صلاة وسلاما على عبادك الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحقيقة يا جماعة الليلة يعني جت الليلة ما هوش محتاج أي مقدمات على الإطلاق. يعني من أيام فجأة فوجئنا إن الإعلام كله طالع علينا بأخبار كارثة كما يسمونها طبيعية، كارثة بشرية فجأة حصل زلزال قوته 8.9 ريختر في ثواني 120 ألف مخلوق كانوا بيجوا في لحظة. 120 ألف مخلوق، تشوف منظر الموج وهو مرجع الجثث وتبص لها، سبحان الله العظيم. والله تفتكر مناظر الإهلاك اللي القرآن الكريم بيتكلم عليها. الموج في لحظة يا جماعة، في لحظة كان أعلى من النفس. عربيات على الارض، يا تخيل لو النيل ده وصلت في لحظه، العربيات اللي واقفه بره المسجد دهيت نلاقيها فوق الابراج دهيت. منظر غريب جدا، عربيه فوق عماره. ايه اللي طلع العربيه فوق العماره؟ الميه، قوه الميه ربنا لما ربنا سخرها على الانسان. سبحان الله، من قوه الزلزال يعني شواطئ افريقيا نفسها اصيبت من قوه هذا الزلزال. وعلى فكره يا جماعه لما نيجي نتدبر في هذا الزلزال هنلاقي حاجه غريبه جدا، حاجه في غايه العجب، ان جميع المناطق اللي الزلزال ضربها بلا استثناء كلها بلا جاف. لاحظت ده ولا ما لاحظتوش؟ كل المناطق اللي الزلزال ضربها في جميع الاماكن بلا جاف، شواطئ، ومن ضمن الشواطئ اللي ضربها شواطئ تايلاند من اكبر الدول اللي خسرت السياحه فيها. تايلاند من اكبر اماكن العالم على الاطلاق اللي بيتم على شواطئها جريمه الزنا يوميا. يعني الاماكن اللي شباب الخليج والعياذ بالله الفاسد بيحب يروح فيها عشان يعصي ربنا زي ما هو عايز، منها شواطئ تايلاند. عشان كده في اللحظة اللي الزلزال ضربها فيها ديت قبل رأس السنة بيومين ثلاثة، في اللحظة اللي الزلزال ضربها فيها كان في هذه اللحظة مئات جرائم الزنا اللي بتنتهك في هذا المكان. تخيلوا الموج داخل العمارات شال الناس من جوه الشقق ورماهم في المية. تخيلوا المنظر لما الميه دهيت الصوت بتاعت النيل اللي جنبنا دهوت، تجيب الناس من العمارات دهيت وتحطهم في الميه ساعه ولا ساعتين تلاقي الجثث جايه لك محذوفه لك، او بعد يوم او بعد يومين. سبحان الله، كل واحد من اللي ماتوا دول كان ساعتها معصيته ايه؟ تخيلوا لو شاب من الخليج كان رايح يزني وهو بيزني قبض عليه خلاص ملك الموت جامد. زي بالظبط كنت مره راكب تاكسي وماشي تاكسي حاول طريق مخالف من على شارع رئيسي من على شارع الجلال، وهو بياخد اول ما مشي 10 سنتر بالظبط لقينا عربيه المرور في وشنا. ضابط المرور نزل مد ايده للسواق، يعني الواحد متعود انه بيركب مع سواقين ساعات السواقين بيعملوا خلفات كتير، يقعد يجادل وياخد ويدي في الكلام. السواق ده طلع الرخصه اداها في ايد الضابط وما نطقش. ليه يا جماعه؟ الضبط متلبس، الضبط متلبس والعياذ بالله. وده اسوأ حاجة. يعني لسه واحد، يعني واحد من اخواننا الشباب ربنا يعفى عنه يا رب، 22 سنة ميت في شرم الشيخ امبارح. سبحان الله، كان ناوي على ايه النهاردة؟ وكان بيحضر ليه النهاردة؟ انتوا عارفين الشباب محضر ليه النهاردة؟ والمشحنة تعدي من عليها تلاقي عشرات السيارات واقفة، كل شاب عايز يسكر العربية ليه؟ البنات كلها خارجة النهاردة يا عم، البنات كلها خارجة النهاردة، لازم العربية يبقى شكلها نظيف ولازم اللبس يبقى شكله نظيف. الزلزال يا جماعة في لحظة، في لحظة يا جماعة. والعلماء بيقولوا ان الامواج اللي عملها الزلزال دهيت المناطق اللي اتخسف فيها الارض في لحظة ايه؟ في لحظة اماكن اتخسف فيها الارض. بيقول لك ان الامواج اللي الزلزال ده عملها اسمها امواج ميني، يعني امواج صغيرة، امواج لا ترى. الامواج الاكبر من كده بيتوقعوا الشاطئ الشرقية الامريكا هتضرب امواج اعلى من كده خلال فترة قريبة جدا بسبب ظواهر برضه، بسبب ظواهر طبيعية، وهتبقى المية لدرجة ان في جزر هتتغمر تماما في الميه. فاكرين لما كلمتكم عن الحزامين اللي في الغلاف الجوي، ان لو حزام واحد منهم اتفتح ملي واحد لمده ثانيه واحده الارض الاشعه الكونيه اللي بتتسرب من الملي دهوت تكلم اهل الارض جميعا. فاكرين لما كلمتكم على اللي تحت القشره الارضيه اللي احنا ماشيين فوقيها وقلنا تحتها انفجارات نوويه وانفجارات بركانيه لو شخص واحد حصل وطلع اللي فيها تحصل اهوال في حياتنا؟ فاكرين لما كلمتكم يا جماعه عن هذه الامور وعن هذه المظاهر؟ الاف الاسباب للهلاك محيطه بينا، لولا ان ربنا هو اللي شايل عنا. سبحانك يا رب، حببنا فيه وبرضه ما جيناش، رغبنا فيه وبرضه ما جيناش، اكرمنا وبرضه ما جيناش. طب شوفوا عذابي بقى، الواحد مش عارف والله الناس لسه مأمنه لغايه دلوقتي ازاي؟ اهو ربنا بيورينا عذاب اهو، مش انتوا قاعدين تقولوا غفور رحيم وتعمر، غفور رحيم وترتكبوا كبائر؟ طب شوفوا بقى العذاب الاليم بقى، من وانتوا لسه في الدنيا؟ يذكرك الزلزال ده بقول الله سبحانه وتعالى: اذا زلزلت الارض
زلزالها. المرة دي مش زلزال في تايلاند ولا في افريقيا ولا في الصين، ده زلزال على مستوى الكرة الارضية كلها. احنا شفنا عينة. اما زلزال حصل في منطقة البحر طلع على الناس غرقهم وموتهم. طب تخيلوا ان الزلزال على مستوى الارض، المية هتيجي على الارض كلها، المية بس؟ لا يا حبيبي، ده في براكين لا تحصى وحمم لا تحصى في باطن الارض كلها هتطلع، يعني المية هتبقى بتغلي مع حمم. طب بس كده؟ لا يا حبيبي، ده في جبال كلها هتتلسف. حتى من المؤثر من واقع في الطياره من كذا سنه عرفنا اللي حصل للناس ايه. طب تخيل بقى ان كل ده يحصل اذا زلزلت الارض وزلزلها. طب ومع ذلك يا جماعه، رغم كل اللي احنا شفناه ده، اللي مد ظهره ربنا لسه مد ظهره ربنا. والشباب اللي تايه اللي ناوي على اللي ما يعلمه الا ربنا الليله لسه ناوي برضه، وشاف اللي حصل لاخوانه في، وشاف اللي حصل للناس من يومين ثلاثه ولسه ناوي برضه، واللي عزم على المعصيه لسه عزم على المعصيه، واللي ناوي يمد في السكه لسه ناوي يمد فيها. محدش ناوي يرجع يرجع ليه يا جماعه؟ محدش ناوي يرجع ليه؟ كتب كتير من كذا يوم واحنا قاعدين نقرا في الجرايد، ضبط كميات ضخمه من البنك ومش عارف فين، ضبط كميات من الخمور فين، ضبط كميات من ايه فين. والشباب بقى له اسبوعين قاعد يرتب وقاعد يحوش الفلوس اللي هيصرفها الليله. سبحانك يا رب. مفيش حد بيطلع، مفيش حد بيطلع يا جماعه. الشباب طافين الليله على بتوع الخمور والعياذ بالله. كان في احد تجار الخمور في احد السنين في ليله راس السنه لما لقى اقبال الشباب مش عارف كام ايه، الخمره اللي عنده خلصت، جاب اجانب وعدى فيها بول، عدى فيها بول وبعض من الشباب. فقريبه اللي بيحكي فواحد بيقول له طب ازاي يا عم سكرانين، حد طيب ولا حد داري بنفسه؟ سبحانك يا رب. طب وبعدين يا جماعه؟ وبعدين في الليله دي احنا ممكن نتمسح كلنا الليله دي والله، والله العظيم كلنا نتسوي بالارض كلها الليله. ربنا سبحانه وتعالى بينزل في هذه الليله عقوبات نسخ وخس. عقوبات نسخ وخس ازاي؟ قال لك ما بيشوفوش حد اتمسك ولا حد اتقلب قرد ولا حد اتقلب خنزير زي ما بيقولوا. ممكن ينزلها على القلوب. ممكن تلاقي قلب شاب الليله اتقلب قلب قرد. قلب قرد ازاي؟ تخيلوا القرد، القرد بيعمل ايه يا جماعه؟ فكره القرد ايه؟ القرد ده تشاور له موزه كده يقعد يرقص ويتنطط ويعمل لك كل اللي انت عايزه، والناس تضحك عليه، والناس تقعد تضحك عليه، هو مش همه انه يضحك يضحك. المهم انه ياخد الموزه في الاخر. تلاقي الشاب طالع بالعربيه عايز يعمل امريكاني ويطلع مش عارف ازاي ويعمل شكل شعر وحلقه غريبه وشكل وشه حلقه ليه؟ عشان البنت تبص له والناس ماشيه تضحك عليه. المهم ان البنت تبص له في الاخر. قلب قرد والعياذ بالله. في قلب تاني يتقلب قلب حمار. ايه ده قلب حمار ايه ده والعياذ بالله. تلاقي الشاب ماشي ورا زعيم السله، يمين يمين شمال شمال، اللي يقول ماشي، اللي طالعين رحله طالعين رحله، رايحين هنا رايحين هنا، هنقعد هنقعد، هنزني هنزني والعياذ بالله، هنشرب خمره. ماشي كده ما بيفكرش، ما فيش في دماغه اي حاجه يفكر فيها، دماغ بيضه ممسوحه. تلاقي نسخ ثاني قلب خنزير. تيجي تكلم الشاب يقول لك انا اختي بتقعد مع اصحابي عادي ومن ورايا وانا مش موجود، بس انا متاكد ان نيتهم خير. يا نيتهم خير. وتلاقي الاب بنته قدامه ساعه قدام المرايه قاعده تتمكش ولابسه لبس يعني ربنا اللي عامل ده، وساعتها تنزل وفرحان بيها. ده اتقلب قلبه قلب خنزير. في واحد ثاني تلاقي قلبه اتمسخ قلب كلب. الكلب ده بيعمل ايه؟ الكلب ده لا يقع الا على الفير، على اللحم النسج اهو بالظبط كده، تلاقيه يقع على الفير والعياذ بالله، يبص لدي ويبص لدي وعايز يجي يا نال من دي ويا نال من دي. وممكن تلاقي كمان الكلب ده يا جماعه، يعني الموضوع مش مقصور على الشباب بس، يعني الكلب ده يجي يقعد يهوهو عليك، ترمي له عظمه يقعد ينزلك ديله بقى ويطلع راسه كده ويتبسط منك، تدخل المصلحه الحكوميه تلاقي الراجل بيهبهب فيك، ما ينفعش والولد بايظ وما ينفعش، تقوم مديله 5 جنيه. طب حضرتك اقعد واستنى واستريحه وهنخلص لحضرتك الموضوع. اهو ده اتمسخ قلبه قلبه كلب والعياذ بالله. عقوبات نازله الليله. طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه يا جماعه؟ الليله دي والله ليله استغفار وتوبه الى الله عشان ربنا يعفو عنا من اللي الشباب دلوقتي بيعملوه واللي الشباب بيحضروا له وبيجهزوا له. يعني عايزين الليله نتكلم عن تذكر قبل ان تعصي. تذكر قبل ان تعصي. اصل في شباب من اللي قاعدين معانا الوقت، وفي بنات من اللي سهرانين معانا الوقت، من اللي قاعدين معانا الوقت ناويين يخرجوا يسهروا بره طول الليل، ناويين هلا ناويين على معاصي، ممكن مش ناوي على معاصي بس ناوي يعني ايه يا عم؟ مش شرط ازرق في بركه الوحل كلها، نص في الوحل ونص بره. في شباب ناوي على كده، غير ان في شباب يا جماعه بيخرج من البرك يشوف واحده متبرجه وممكن يشوف الليله يتعب،
مش قادر. لما نزلت احنا متبرشة بتعب. في شاب كان بيقول بالنص كده انا نزلت الجامعة وقاعد اصبر نفسي اصبر نفسي. اول ما شفتها حسيت ان انا مستقلم رقبتي ميتة. وانا حاسب لا طب تفتكر ايه ساعتها؟ في واحد تاني يقول لك تقريبا في نص السنة في واحد صاحبي مكلمني هيعملوا طالعة راس قدر ولا ذهب ومش عارف والله نفسي اطلع النهارده افتكر ايه عشان اطلع. في واحد تالت يقول لك في رحلة منظمينها في الكلية اجمل بنات الكلية طالعين فيها. اسبوع كامل يا عم اسبوع كامل اسبوع كامل هنروح هتبقى فرصة اللي معرفناهاش نعرفها واللي معرفتوش تعرفيه فرصة عيشة اسبوع. طب افتكر ايه مشدود غصب عني اعمل ايه؟ واحد تاني يقول لك وانا جاي الجامع لقيت ثلاث بنات كانهم خارجين من عند الكوافير والله فعلا كانهم خارجين. طب اعمل ايه؟ جيت ادخل الاوض وانا واقف اصلي انا الشيخ قاعد يقول الله نور نور سماط الارض ايه يا عم؟ ده خلاص ظلمت من جوه خلاص بقت كحل من جوه نور ايه ده؟ سبحانك يا رب. طب الشباب ده يفتكر ايه يا جماعه؟ تفتكر ايه قبل ما تطلع؟ تفتكر ايه عشان تخرج؟ احنا مش عايزين نسيب المعصيه احنا عايزين نكره المعصيه احنا عايزين نطلع فوق ان احنا نجاهد انفسنا في المعصيه عايزين نكرهها عايزين نهرب منها. الحاجه اللي ربنا بيبص لها من فوق سبع سماوات وهو غضبان عليها وهو كارهها ما ينفعش ان انا ابقى بحبها حتى لو ما عملتهاش ما ينفعش ان انا ابقى بحبها. المناظر اللي بره دي ربنا كارهها انت بتحبها ازاي؟ طب نفتكر ايه؟ اول حاجه تفتكرها النعمه اللي ربنا اداها لك ما تضيعهاش ما ترميهاش في التراب. كان احد الافاضل مسافر بره في الدعوه الى الله فكنا قاعدين مع بعض فبيحكي لي حتى جاربه يعني فدخل في مسجد في فرنسا فبيقول دخل في المسجد مسجد فلاد ايه بقى؟ بيقول مسجد مهول لساعة قلوب مؤلفة فلقى اللي بيصلوا اللي عيشة معاهم خمسة فجاب امام المسجد بعدها قال له ايه يا عم في المسجد الرهيب ده هو والمنطقة دي المفروض مليانة مسلمين خمسة قال له المسجد ده يوم ما اتبنى صلى فيه 5000 واحد 5000 واحد. الحكومة الفرنسية شافت المنظر ما ينفعش نسيبهم ازاي؟ نسيبهم يرجعوا لدينهم ازاي؟ بنى كفار بره قدام المسجد في وش المسجد بأحدث إمكانيات الفساد. الثلاث كفار بتوع ال 5000 وقعوا في البار. فضل خمسة والألوف راحت في البار. طب ونعمل ايه يا جماعة؟ طب نعمل ايه مع المنزل؟ بعد ما صلوا العشاء قال لي انزلوهم هنسيبهم لازم ننزلوهم. اللي عنده ضرس بيروح للدكتور طب اللي عنده سرطان لازم الدكتور هو اللي يروح له لازم احنا اللي ننزل ونروح للناس ونكلمهم. نزلوهم البار لقى طبعا احوال بقى يعني ايه ما يعلم بقى الا ربنا. طلع واحد قاعد على ترابيزه كده فبيقول دخلت له فقلت له بقول لك ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له لو انت عندك جوهره معاك جوهره وعايز تبيعها تروح تبيعها في سوق السمك ولا تحطها في علبه نظيفه وشيك وتجيب محل في وسط البلد كده وتحطها في فترينه؟ قال له لا طبعا احطها في علبه شيك وحافظ عليها ده جوهره. قال له طب انت معاك لا اله الا الله تجيبها في المكان اللي انت فيه ده المكان اللي تتحط فيه لا اله الا الله. فبيقول انا اول ما كلمت الشاب ده بالطريقه دي بيقول لقيته انفجر في البكاء قاعد يبكي يعني الراجل نفسه استغرب يعني ماشي كلمه طريفه ولطيفه بس مش للدرجه اللي تخليه يبكي كل هذا البكاء. فبيقول استغربت هو بيبكي كده ليه؟ فبيقول في نفس الوقت لقيت شاب واقف فبيقول له يا عم الشيخ انا معنى الكلام يعني انا عمري ما صليت ينفع اصلي؟ ربنا يقبلني لو صليت. قال له يقبلك يا الا يقبلك ده يفرح بيك فرح عمرك ما تتصوره في حياتك ولا عمرك تخيلته في حياتك يعني ربنا يقبلني يقبلك. طب انا عايز اصلي. قال له طب تعالى معايا للجامع. مشي مع الاثنين خد ده في يمينه وده في شماله بيقول وانا ماشي لقيت مهرجان ورايا فبيبص لقى عدد هائل ماشي وراه فبيقول ايه ده الجعد؟ فقام الواد اللي على شماله كان يعني شاب قصير كده شويه قال له بس ما يهمكش كمل كمل. بيقول رحنا المسجد كانوا حوالي 350 واحد 350 واحد مطلوب مننا من الفجر للعشاء نجيب لهم كل واحد قاموس ابيض عشان يدوقوا بقى ايه الشكل من بره الشكل الطاهر من بره ونحفظ كل واحد الفرقه عشان يعرف يصلي. بيقول وهو بيتكلم مع الشاب اللي بكى ده كان بيشوف بكى ليه عارفين يا جماعه بكى ليه؟ بيقول انا من 10 سنين جيت هنا فرنسا وانا حافظ القران كله الوقت ما عدتش فاكر ولا ايه واحده. يا عارفين يا جماعه هو اللي بيقول لي والله اللي حصل له القصه بيقول كلهم حفظوا الفاتحه على الفجر ما عدا واحد بس. عارفين هو مين؟ اللي جه من 10 سنين حفظ القران وانساه. يا طب وبعد كده حصل ايه؟ بيقول دخل الفجر اللي هو الراجل اللي باني المسجد فبيقول اول ما دخل الفجر بيبص اتجعد قال له ايه ده؟ فقال له تعالى بس صلي هو راجل فرحان بقى فالراجل اللي باني المسجد بيقول اتجعد يعني حتى لما شافه برضه ما اتبسطش فخدوا على جنب بعد صلاه الفجر بيقول له انت عارف مين دول؟ قال له مين دول؟ قال له دول المولودي وعقبته
عصابة ماشية في البلد اللي احنا فيها بالكتاوة، لو انا ما فتحت لهمش الكتاوة كل شهر يكموا البهايم بتاعتي. سبحان الله. عارفين المولود الصغير بقى يا جماعة بعد كده عمل ايه؟ الشاب اللي هو مش طويل بقى عارفين عمل ايه؟ بعد كده فرغ حياته كلها للدعوة الى الله، بالذات في منطقة جنوب شرق اسيا المناطق الاسلامية اللي هناك، لما عرف ان اعداء الاسلام بيحاولوا يخرجوا المسلمين هناك من بينهم. وكان في الوقت اللي بعدها بحوالي شهر حوالي 100 فرنسي دخلوا في الاسلام على ايده. سبحان الله. المقصود انا بحكي القصه دي ليه؟ عشان الجوهره اللي معانا يا جماعه، عشان الجوهره اللي احنا رمينا في الارض، عشان الجوهره اللي طبق من كتر يعني الجوهره شايفينش يعني جوهره يا جماعه جوهره ونرميها في الشوارع وفي النوادي وفي القهاوي بالمنظر ده. سبحان الله. نفتكر ايه؟ نفتكر ايه؟ كان في يعني مثل، هو مثل معبر كده ممكن يكون مضحك شويه بس معبر. كان في يعني نمله حبه جمل. المثل ده بيعرفنا احنا بقدرنا دينا معانا قد ايه. نمله حبه جمل فراحت قالت له بصراحه بقى انا مش قادر اعيش من غيرك، انت خلاص مالتلي تفكيري، وانت 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 طب عايزه ايه؟ انت لازم تيجي تعيش معايا بقى ونتجوز ونعيش مع بعض. خلاص يا ست اجي اعيش معاك وبس، يلا ما هو الوقت كله بيحب بعضه يعني جت علينا احنا يلا. فقامت جهزت بيتها ووظفته وقامت جايه له قالت له يلا مشي وراه. فضل ماشي وراه لغايه ما وصلوا لغايه بيت النمله. فالجمل وقف من بره كده، هي بنتي ده. فقال لها ايه ده؟ قالت له ده البيت اللي انا عديته عشان نعيش مع بعض. فقال لها كلمه يا جماعه، هي دي الكلمه اللي احنا عايزين نفهمها. قال لها اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. يا اما تاخدي بيت على قد اللي بتحبيه، يا اما تروحي تشوفي حد بتحبيه ده عشان اللي انت بتحبيه بقى يكون على قد بيتك. اهو ده يا جماعه احنا بهدلنا دينا معانا ازاي يا جماعه. اللي بيدخل في الاسلام بره الوقت ويجي يشوف المسلمين اول كلمه بيقولها الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين. بهدلنا دينا معانا بسبب بعيد عن الدين. محدش يصدق اللي بيجي يشوف احوال الشباب الليله ما بيصدقش ان الدين ده ليه اخلاق ودين مروءه ودين طهاره ودين نظافه ودين، ما بيصدقش الكلام ده، ما بيقدرش يصدق. فيا اما نشوف لنا يعني يا اما نبقى على قد ديننا، يا اما نرحم ديننا من التشويه اللي احنا شوهنا صورته قدام العالم كله. اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. قصص يا جماعه، قصص والله. الشباب دلوقتي بقى قصص، قصه ليله راس السنه ولا ليله فسط السنه ولا ليله فجور السنه. اللي ربنا بيقول والذين لا يشهدون الايه؟ الزور. الحسن البصري بيقول هي اعياد الكفار. الزور زور لانها مبنية على اعتقادات. زور زور على الله. ازاي مش هنكون في هذا الامر؟ والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو. شن اللي قاعده تتكلم على البنات؟ شن اللي قاعده تتكلم على الكوره؟ شن اللي قاعده تتكلم على القهاوي؟ شن اللي قاعده تتكلم على النص؟ شن اللي قاعده تتكلم على المغنيين والفنانين؟ مروا كرامة. اعز من انه ينزل للمستنقع ده، اعز من انه يرتكب في هذا المستنقع. من ضمن القصص الظريفه الطريفه اللي الشباب عاد دلوقتي بيمتعونا بسماعها يوم ورا يوم، قصص الحب. الحب ما بين الشباب وبعض. يا الحب، وبدايه الحب ايه؟ الشاب يتعرف على البنت فين؟ للاسف الشديد اكثر ثلاث اماكن الشباب بيتعرفوا مع البنات فين يا جماعه؟ في الجامعه وفي الدروس الخصوصيه وفي المدارس المشتركه. النادي ده حاجه جديده لسه. الثلاث عناصر بتوع المؤسسه التعليميه هم الثلاث اماكن اللي بيبدا الشباب يتعرف بيهم على البنات. بعد شويه بدا الموضوع يتطرف في النادي بقى، لا يبقى نتعرف على بعض بشياكه يعني، ما عدناش نتعرف خلاص نتعرف بشياكه. بعد كده اخترعوا حاجه اسمها النت، بقى النت دلوقتي الطريقه للمعرفه. اخر حاجه بقى في الشارع عادي. البنت ماشيه والواد ماشي، استظرفوا بعض، قال لها كلمه، طب والله لو ما كنتش حلفت يلا خلاص، تلاقوا مشوا مع بعض. خلاص انت دي العلاقات دلوقتي. والله مره واحد ماشي على بلاش شاف بنت عجبته عاكسها، الواحد ظهر يعني لا يمكن البنت مشت معاه، لا الواحد ظهر. اللي بعت الواحد اكثر انه اتجوزها. ده ما فيش، ده بقى حاجه ممسوحه يعني، والله شباب ممسوحه يا جماعه يعني. بس في خير يعني، في خير فاقر، ولكن هيعمل ايه؟ يعني هي دي البيئه اللي عايش فيها. فا يعني تبدا قصه الحب يعني تنمو داخل سكاشن او محاضرات الجامعه، يبدا يبص لها تعجبه، الله البنت دي جميله قوي، يبدا يحط عينه عليها. فيبص له كده في النص كده تلاقيه بيبص لها، تقوم حاطه وشها تاني للدكتور، يعني البنت بتفهم في الاول يعني لسه مش، يقعد يبص لها كل ما تبص تلاقيه بيبص لها، ما فيش تقله برضه، شويه شويه في شويه يروح البيت خلاص، عاد شايف صورتها بكل حاجه. يعني امه تحط له طبق العدس عشان يتغدى، يلاقي صورتها بطبق العدس.
يقعد يبص لطبق العدس كده مش قادر، فيقرب طبق العدس يلاقي سرطه بتقرب، يرفع طبق العدس على بقه ما يشوفش غير لما سرطه تتكب على هدومه وتفتح له هدومه. فسبحان الله بحبها مش قادر شويه خلاص بقى مواقف الكشكول والحاجات التمثيليات التعبانه ديت خلاص اتعرفوا على بعض بدات هي كمان تحبه، ما عدتش قادر اعيش من غيره، ما عدتش اقدر اتخيل الحياه من غيره. ده انا طب هيتجوزك امتى يا بنتي وامكانياته دلوقتي تعبانه وضعيفه يعني ضعيفه قلبيا يعني والله هو اللي كانوا 3 4 سنين لو خد كل سنه بثلاثه هو صحيح اول سنه خد 10 سنين بس ان شاء الله لو خد كل سنه بثلاثه هيتجوز ان شاء الله بعد ما يتخرج لا اصل في جيش بعدها طب وبعد الجيش لا والله ما معوش فلوس ده ان شاء الله هيشتغل كده وان شاء الله 5 6 7 8 15 سنه عما يلاقي ثمن الشقه والحاجات المطلوبه يتجوزني وهستناه وهضحي عشانه ده هو كل حاجه في حياتي وانا كل حاجه في حياته. طب تصدق والله انا بعمله زي حفيدي بالظبط لا زي جوزي بس زوج مع ايقاف التنفيذ. قال له مع ايقاف التنفيذ تماما والله اصل لو التنفيذ فضل واقف رجليها توجعه مفيش مانع ان احنا نريح التنفيذ شويه مفيش قضيه يا جماعه وتلاقي الحب بدا ما بين الاثنين. طب وبعدين والله انا قلت لماما ماما انت ماشيه يا بنتي مفيش مشاكل بس تفرجيني عليه فرجت لماما ماما قالت لي كويس والله يا بنتي ربنا يعني فين ما اخترتي يلا شد ايه بس اوعى ابوك يا خلاص ماشي. يا سلام يا جماعه قصص يا جماعه بنضحك على ايه والله يا جماعه بنضحك على ايه بنضحك على احوالنا وقبل قصه الحب الداميه. يا سلام تخيل يا حبيب قلبي لو انت ماشي انت وهي في الجامعه كده انتوا الاثنين ماشيين تخيل لو ملك الموت نزل في اللحظه دي ملك الموت نزل في هذه اللحظه بالظبط. طب وبعدين يعني هو ممكن 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 والله هنتكلم ان هو ممكن. طب وبعدين انتوا الاثنين اتبعتوا يوم القيامه ربنا قال لك مين ده تقولي له ايه حبيبي حبيبي هو في حاجه ثانيه بينهم غير ان هو حبيبي وهي حبيبته في حاجه ثانيه حبيبي تقولي ربنا تقدري تقوليها تقدري تنطقيها قدام ربنا سبحانه وتعالى يقدر حد منكم ينطق ده يا جماعه ما هم علمونا كده كل الافلام الواد اللي ما حصلش ان البنات تشوفه تترمى في الشارع اول ما تشوفه وكل الافلام الثانيه البنت اللي تمشي في الشارع الشباب كلهم يقوموا عينهم طولهم واللي ما يقعش يقف على رجل واحده مش هم قعدنا نتعلم كل الاغاني عن الحب وكل الافلام عن الحب كاننا امه حلت كل مشاكلها ما عادش غير الحب. المشكله الوحيده اللي لسه ما حللهاش هي مشكله الحب خلاص نحلها بقى حلينا مشاكلنا مع ربنا وحلينا مشاكلنا مع الاقتصاديه والاجتماعيه ما عادش غير الحب دلوقتي. قصص يا جماعه قصه الشباب بتوع المخدرات يا قصص مؤلمه والله يا جماعه اشد الما من قصص الحب. اصل بتوع المخدرات دول بيضيعوا اصل المخون بيتضرب خالص بتلاقي شاب مفيش ممسوح مقتول منتهي خلاص كل قضيته اجيب فلوس ازاي عشان اشرب اجيب فلوس ازاي عشان اخد الحبايه اجيب فلوس ازاي عشان اخد الحقنه ولا اخد الشمه شاب منتهي. قصص الحب وقصص الشاب يقول لك انا كده كويس انا كده كويس بعوزه ايه هي برقه طين انا مش هدخل اطين نفسي ولا برضه هفضل مع العالم اللي حياتها ملل دي وحياتها انا هيبقى نص في بركه الطين ونص بره اقعد معاهم على القهوه اروح له مره شد لي نفسين ومره اقعد اتريق عليهم في بيشربوه مره اسمع اغنيه ومره بسمعتي. طب وبعدين انا حياتي ماشيه كده تمام التمام لا هو عنده الدافع بتاع المعطيه اللي يخليه يصبر قوي ولا عنده دافع الطاعة اللي يخليه يروح ويبقى ملتزم ويفضل كده وبعدين يتخنق شوية ويرجع شوية ويقعد في ثلاث اربع ايام مش طايق نفسه ولا طايق الناس شوية وكل ما يفكر ان هو يغير السكة غيرها ايه؟ ابقى زي العدل المتشددين دول بحياتهم ملل ملل يا اخي الناس بتعمل ايه؟ الشباب دول مش قادر يصدق يا جماعة يعني شاب ما بيروحش النادي ولا بيقعد على قهوة ولا بيتكلم بنات يا لهوي ده ايه الملل اللي هو عايش فيه ده بيعمل ايه ده عايش مخنوق بقى مش قادر يتصور ان في حياه تانية. عشان كده الشباب دول لما بيقعدوا مع الملتزمين بيتصدموا ليه بيفاجئ ان في ناس يعني احتياجاتها النفسيه مشبعه تماما. الشباب دول بيضحكوا ازاي يعني الناس بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسها هو مش قادر يصدق يا اخي ده حياتهم ملل. طب على الاقل انا ورايا النادي ورايا القهوه ورايا الوقفات ورايا السهرات ورايا الطلعات ورايا الرحلات انما الناس دي وراها ايه وكل يوم برضه في حاجه جديده النهارده في البوم جديد نازل بحبك بكره في البوم جديد نازل مش قادر اعيش من غيرك ده
بعض في البوم بقى جديد خالص بقى بحبك ومش قادر اعيش من غيرك. يا كل يوم البوم جديد وكلام جديد وحياه تمام التمام ويفضل يكتئب ويقع ويقع ويرجع. يا والقصص تتطور لاخطر من كده والله يا جماعه. احنا بنقول النهارده عايزين نقرف من المعصيه مش عايزين نضحك عليها ولا عايزين نسيبها عايزين نقرف منها. كان احد القصص الواقعيه اللي بيحكيها واحد عاصرها وشاف افرادها وعرفهم عرفهم بالاسم. كان بنت كانت متعبدة في غاية التعبد في غاية الطهارة والنقاء وكان لها اخ من بتوعنا كده كويس. انا بحكي القصة دي ليه؟ اصل احنا اخر اثنين اتكلمنا عنهم في قصصهم بتوع المخدرات بتوعنا كده كويس. فاحنا بنكلم الاثنين دول بنشوف اخرتها ايه؟ بنشوف اخرة المادة اللي هيجي ياكل دول ايه؟ قال لا. فالبنت كانت متعبدة وفي غاية التعبد واخوها كان انسان طيب من بتوعنا كده كويس من بتوعنا كده شوفوا انا كده كويس زي الايام دي وكان من دول. فقعد مع الشله بتاعته بيشربوا مخدرات يقعد يتشاكل معاهم ويقعد يتكلم معاهم وحرام وغلط و... فبداوا يفكروا لازم نوقع الواد ده لازم قصه واقعيه حصلت لازم نجيبه. انا اعرف شله يعني واحد التزم بقاله ثلاث سنين يا جماعه ثلاث سنين ساب المخدرات والله العظيم طلعت روحنا وروح اخوه التبليغ اللي بعضهم قاعد معانا دلوقتي وروح ناس ثانيه ملتزمه في الحته بتاعته وروح كل اللي يعرفوه معاه لغايه ما قدر ان هو يقاوم ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. والوقت تلاقي وشه منور وكل يوم بقى جلسه البحر في المسجد والمصحف بتاعه في ايديه. عرفت مؤخرا ان الشله بتاعته لغايه دلوقتي مترهنة مين اللي يعرف يرجعه يشرب مخدرات ثاني. فالمهم في الشله دي قاعدين يترهنوا عليه ربنا ينجي منهم يا رب. فقاعدين يترهنوا عليه ولازم نوقعه لازم نوقعه. فهم كلموه انت لازم تشرب معانا ودماغك وهتتعمر اتشكل معاهم وسابهم ومشي. فقام واحد منهم عمل ايه؟ قام جه ايام الامتحانات زي الوقت كده قال له تعالى ذاكر معايا. طيب مين ذاكر معاك؟ وحط له حبايه كوبايه الشاي. فبدا صاحبنا اول مره شرب الكوبايه رجع وداخ وتعب واتبهدل. ثاني يوم الحبايه بدا ياخد بقى اثرها بقى. ثالث يوم رابع يوم خامس يوم بقى بعد كده يقول له انا عايز كوبايه الشاي اللي انت بتعملها لي دي. يعني بقى يروح له ممكن مش عشان المذاكره عشان كوبايه الشاي. بعد فتره خلاص الامور اتصلحت خلاص بقى مدمن. بعد ما كان بقى ملتزم في بيته ومنضبط في بيته بقى يرجع البيت وبالليل ينزل من غير ما اهله يحسوا حاسبين ان هو بايت جوه ويروح يسهر بره. خلاص ضاع بقى ضاع ولا يزيد الله. اخته عرفت واخته كانت في غايه العباده فعرفت فتعمل ايه؟ فبدات تحدده ان هو لو ما انتظمش تاني هتقول لامه وابوه. يعمل ايه؟ راح لصاحبه يقول له اعمل ايه؟ قال له بسيطه. ايه بسيطه؟ شربها من الحبايات اللي انت بتشربها. اول ما قال له الكلمه دي شتمه واتشكل معاه وضربه وسابه واتخانق معاه. شويه بدا يحتاج للحبايه تاني ما هوش قادر. فرجع له تاني قال له بص الشرط الوحيد ان انا انتهى لك انك انت تحطها لاختك في الشاي تاني زي اللي حطها لك. طبعا يا جماعه انتوا ممكن تتصوروا ان الموضوع ده ممكن يرفضه او ما يرفضوش. يعني الشباب اللي بيشرفنا الليله وعارف احوال الناس دي هيعرف كويس قوي ان الناس دي ما فيهاش لها اراده بتبقى مشلوله بتبقى خلاص منتهيه. الحبايه دي هي كل حياته هي الجنه والنار والقبر هي كل حاجه في حياته هي الحاجه اللي محور حياته كلها بيدور حواليها واثق وهو بيتقتل من جوه. حط نقطة الحبايه نفس القصه ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم بقت هي كمان بتطلب كوبايه الشاي اللي بيديها لها. طب وبعدين حصل ايه؟ وبعدين كانت مره من المرات واحد صاحبه بعد شهر فبيقول له انا يعني عايزين فقال له لا مفيش. قال له ازاي؟ قال له عايز اديك من ديت تجيب لي اختك لغايه عندي هنا. طبعا شتم واتشكل معاه وخبط ونفس القضيه ورجع لاخته في ايه؟ ما جبت لا ما جبتش. ليه؟ صدق ان هو نجل الكلب ده طلب مني ايه؟ اخته سكتت كده وقالت له انا وافقت. ايه؟ وافقت ايه؟ وافقت ان انا اروح له. طبعا هما الاثنين خلاص وداها ليه؟ يعني مره من المرات بيخبط على بابه لاخته هي اللي فتحت له. ياه ولقاها لابسه لبس يعني شبه عاريه وجت تفتح له. سبحان الله. وخلاص والاثنين ابنه وعبده. تخيلوا يا جماعه من عابده الى عابره والعياذ بالله. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب واحد فاسد في المجتمع بسبب واحد شيطان في المجتمع وبسبب ان احنا مش عارفين عواقب بندخل الخطوه ومش عارفين عواقب الخطوه ايه. ومن اخطر الحاجات اللي تعرضنا او اللي نصعد بيها من القصه دي يا جماعه حته صحبه السوق. صحبه السوق اللي قلوبهم قلوب شياطين. بعد كده الولد والبنت دول الاخ واخته مره من المرات اخرتها بقى وهم ماشيين بالعربيه بتاعتهم على الطريق عربيه نقل فرمتهم هما الاثنين ماتوا والعياذ بالله. يا شايفين يا جماعه شايفين ممكن الموضوع يتطور بايه؟ شايفين بسبب صحبه السوق اللي انت صاحبتها ممكن يحصل لك ايه؟ شايفين بسبب الاستدراج في المعاصي ممكن شايفين المعصيه ممكن تودي الانسان لايه؟ ازاي يا جماعه؟
ازاي لسه بتدين ظهرنا لربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي مش عايزين نفوق؟ ازاي مش عايزين نسيب الوحي اللي الناس دي عايشه فيه؟ وحي والله العظيم يا جماعه، لو خرجت من الجامع الليله شمالك هتروح على النادي، يا سلام على الشنط والسهر والبنات واللبس، يمينك المخدرات والحقن والخمره. طب وبعدين اي حته هتروحها هتلاقي هذه المناظر؟ طب لو دخلت الجامع لا هتلاقي بنات ولا هتلاقي شهوات ولا هتلاقي كلبات، امال هتلاقي ايه؟ هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى، هتجد الله، هتجد الايمان واللذه الحقيقيه، مش الوحل اللي الناس دي بره عايشه فيه. تذكر فضل مصاطي. عايزين نفتكر حاجات كتير قوي قبل ما نخسر ربنا يا جماعه، القلمه طويله وعايزين نلحق نخلصها قبل ما دبت الليله يخلص. يا واحد يقول لك طب انا اعمل ايه؟ انت بتكلمني كده ليه؟ انا ما اقدرش ان انا فيه. سهل قوي انك تلاقي الوقت منه تنظر ان هي تكلمها في التليفون طول الليل. ابوها لو قام بالليل يدخل الحمام مش هيقول لها انت بتعمل ايه؟ سهل قوي انك تلاقي بنت الوقت تخرج معاك طول اليوم وتسافر وترجع اخر اليوم مع بعض. وابوها ما يقولهاش انت كنت فين؟ سهل قوي انك انت تشاور لواحده تكلمها، وسهل قوي انك انت تشاور لواحد تكلميه، سهل قوي انك تلاقي كل ابواب المعاصي مفتوحه، وانا اعمل ايه؟ ما هي سهوله المعاصي ده هي عقوبه من عند الله. عقوبه؟ يعني ايه عقوبه؟ مش ابتلاء، لا عقوبه. ازاي عقوبه يعني؟ عقوبه جريمه، مش احنا اجرمنا؟ اصل احنا لما اتحايلنا على ربنا فربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بعقوبه رهيبه يا جماعه. اتحايلنا ازاي؟ تلاقي الولد والبنت واقفين في الجامعه لسه في سنه اولى بقى وداخلين، هو عايز يكلمها وهي عايزه تكلمه، بس الاثنين عايزين داخله شيك شويه، فتلاقي الموضوع اتفتح. هو موضوع العلاقه بين الولد والبنت، فيقول والله انا شايف يا جماعه ان يعني لو الولد نيته حلوه والبنت محترمه وبنت ناس وبيغزلها من تحت لتحت بقى انا شايف ان ما فيهاش حاجه. تقول اه والله انا شايفه فعلا ان البنت لو حافظه على نفسها ويقعدوا الاثنين يضحكوا على بعض ويقعدوا ينيموا بعض لغايه ما الاثنين يتلاعبوا على الصراط يوم القيامه، قاعدين نضحك على ربنا سبحانه وتعالى. خلاص هنبتليكم بقى، شايفين الابتلاء؟ واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر في سوره الاعراف، القريه بتاعت اليهود. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت اللي هو ممنوع فيه الصيد، الحيتان تطلع مطلعة لهم الشراب بتاعها وقت تنزل تتمشى في الشوارع، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. وباقي الست ايام مفيش يرموا الشبك طول اليوم، مفيش ولا حتى سمكه بكريه صغيره كده. قال لا. طب وبعدين؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هو ده الموضوع اللي احنا فيه يا جماعه، ان الحرام بقى سهل قوي والحلال بقى صعب قوي. الزنا ببلاش. طب وعشان اتجوز؟ اطلع روحك بقى 50 سنة عم بتعرف تجيب من ثمن تكاليف الزواج. طب عشان اقدم خمرة في فندق في شرم ولا حاجة؟ يا سلام، وهتاخد 1000 و2000 جنيه وهتعيش حياتك. طب عشان الاقي وظيفة محترمة ثابتة ب 300 جنيه في الشهر؟ انسى حبيبي، مفيش الكلام ده. مفيش لو لقيت ب 120 جنيه في الشهر وتطلع روح. بقى الحرام سهل والحلال صعب. طب اللي يقع في الفتنة دي، ربنا يعمل فيه اللي عمله في اليهود لما وقعوا في الفتنة دي، ربنا عمل فيهم ايه يا جماعة؟ حد عارف؟ ربنا مسخهم الى لو خنازير، عقوبة المسخ والخزف. عقوبة المسخ اتكلمنا عنها من شوية، مسخ القلب قرد ومسخ القلب خنزير، وممكن مسخ الوجوه. تلاقي وشه كده، وشه بقى كده، والله يا جماعة وشه بقى شبه وش الحيوان والعياذ بالله. أمال إيه المسخ؟ ممكن الخزف، خزف القلوب برضه. إزاي؟ العذاب النفسي اللي الشباب بقوا فيه دلوقتي، الشاب يجي يبكي مش قادر، مش قادر اعيش حياه المعصيه. طب ما تسيب يا ابني، مش قادر، لا قادر اكمل ولا قادر افيه. عارفين الشباب عامل زي ايه دلوقتي يا جماعه؟ عامل زي واحد ماسك مسمار وحاطط طرفه على دماغه، وماسك شاكوش وقاعد يدق على المسمار ويصوت، في ايه يا ابني؟ المسمار هيموتني. طب ما تشيل يا ابني، مش قادر. في حته هنا بتوجعني كده بدق على المسمار عشان مش قادر. اهو ده الشباب والله دلوقتي يا جماعه، ده الشباب يا ابني. ما تسيب يا ابني، ارحم نفسك. تلاقي الشاب جاي يقول لك انا بنزل مش طايق نفسي، مش طايق ابص لولا واحده في الشارع، بس مش لاقي حاجه اعملها. طب ابص اروح الكليه، مش طايق اقف مع الشله، مش ما عدتش طايقهم، بس مش لاقي حاجه تانيه اعملها. طب ارجع البيت
مش طايق اكلمها في التليفون بس مش لاقي حاجه يعملها اكلمها في التليفون. صاحبي ينزل يفوت عليا, ده شاب تاني يقول لك يفوت عليا بالعربيه ننزل نشغل الاغاني, لا عدت طايق الا نقعد نلف في البلد رايحين جايين, احنا عارفين احنا بنلف ليه, ولا عدت اي استمتاع ولا عدت اي لذه ولا عدنا سامعين ولا كلمه من الاغنيه اللي مشغلينها, مش طايق بس اعمل ايه. واحد تاني يقول لك انا سافرت كل حته وعملت كل معصيه وعملت كل حاجه تغضب, ما عدتش حاسس باي لذه نهائيا. بعض الشباب يا جماعه شاب كان بيتوب بيقول لي انا وصلت في الاخر ان ما عادش في حته في جسمي ما عطتش ربنا, انا وصلت في الاخر ان انا حسيت ان انا ارفض هرجع من نفسي, ما عدتش طايق نفسي, ما عادش في مكان ما عطتش ربنا, ما عادش في عضو في جسمي ما عطتش بيه ربنا, ما عادش في حرمه من حرمات الله, حرمه من حرمات الله ما انتهكهاش, ما عادش طايق نفسه. طب وبعدين؟ ويفضل يدق بالمسمار. طب اطحن نفسك يا ابني ويفضل يدق بالمسمار. عقوبه من عند الله ان هو مسلط على نفسه. عقوبه افتكر قبل ما تعطي, افتكر حاجات كتير قوي 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 قوي. افتكر ان مفيش معصيه هتعدي من غير عقوبه في الدنيا قبل الاخره. في الدنيا قبل الاخره ازاي؟ الا لو تبت. لو تبت ربنا سبحانه وتعالى ما يعاقبكش على المعاصي اللي انت عملتها قبل كده في الدنيا. ما يعاقبكش بس لو تبت. مفيش معصيه هتعدي من غير عقوبه في الدنيا. كان في شاب راح لاحد الفضلاء يعني, فراح وشه في خط احمر مر بعينيه. فبيقول له ايه يا ابني ده؟ قال لي انا كنت داخل الجامعه فقاعد ابص لدي ولدي 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 وانا ببص على الرجل ماشي رفع الكرباج, بدل ما الكرباج ينزل على الحمار نزل على وشي. يا تخيلوا الراجل قال له ايه؟ هذا الراجل الفاضل قال له ايه؟ قال له يا ابني دي اللسعه جات لك من الارض, حاسب احسن اللسعه تجي لك من السماء. ده دي لسعه خفيفه بس لسعه الارض, لسعه السماء يا جماعه, كرابيج السماء يا جماعه. ولو ترى اذ يتوفى الملائكه الذين ظلموا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم, كرابيج كرابيج نازل عليه لحظه الموت. طب يضرب وشه ليه؟ ما هو ده الوش اللي اقبل بيه على المعاصي وعلى كل ما يؤمن بالله. طب يضرب ظهره ليه؟ ما هو ده الظهر اللي اداه ربنا لما ربنا فتح له الباب اداله ظهره وسابه ومشي. وده الظهر اللي اداه كل واحد ذكره بالله وذكره بطاعه الله. يضربون وجوههم وادبارهم, غير كرابيج الاخره بتاعت النار انها ترمي بشرر كالقطر. انت بتخوفنا ليه؟ انت من بتوع النار ولا ايه؟ من بتوع النار؟ انا ما بتكلمش عن النار يا جماعه, انا اتكلمت عن النار. انا ولا مره اتكلمت عن النار, ولا مره اتكلمت عن الموت, ولا مره اتكلمت عن يوم القيامه. انت مش انا اتكلمت عن الموت ليه؟ مش انا يا حبيبي, ده ربنا اللي اتكلم. مش انا انا قلت حاجه من عندي؟ انا الفت كلام من عندي؟ انا قلت لكم ربنا قال ايه؟ لو انا جبت من عندي كلمه في النار الفتها من دماغي يبقى تعالى قول لي انت من بتوع النار. لو انا جبت لك كلمه مش هتحصل في الاخره يبقى تعالى قول لي انت بتخوفني على الفاضي. احنا بنتكلم في حقائق يا جماعه, اعظم حقائق لازم قلوبنا تعيش معاها, اعظم حقائق لازم ما نغفلش عنها. والله يا جماعه لا نغفل عن الجنه ولا نغفل عن النار ولا نغفل, محتاجين ان احنا نفتكر حاجات كتير قوي قوي. خطوره المعصيه, كل معصيه عامله زي حنفيه ميه مفتوحه بس مش بتنزل ميه بقى, بتنزل سم. حنفيه مفتوحه ممكن تغرق الشقه. طب انا ما عملتش معصيه واحده, ده انا عملت 100 معصيه وانا عملت 1000 معصيه. 1000 حنفيه مفتوحه, تخيل تخيل لو واحد عمل 1000 معصيه ب 1000 حنفيه مفتوحه ممكن يغرقوا الدنيا كلها, ممكن يضيعوا الدنيا كلها. عايزين نقفلها نقفلها بايه؟ نقفلها بالتوبه. خطوره المعصيه ما هياش بسيطه. الزلزال ما جاب المعاصي اهو, الزلزال اللي ضرب الشواطئ ده اللي خسف بالناس الارض في لحظه, في لحظه يا جماعه في لحظه. المشكله ان كل حاجه في لحظه, في لحظه ازاي؟ كان يعني لما تيجي تشوف المعاصي بتاعت الشباب دلوقتي وتتدبر في عينها, ايه اللي احنا عايشين حياه شكلها يا جماعه؟ اختلاط, نظر محرم, حب, جواز عرفي, زنا, عاده سريه, صحبه سوء, تقليد للغرب في اللبس والاكل والشكل وكل حاجه, تشبه بالنساء والنساء يتشبهوا بالرجال, غيبه, نميمه, كذبه, زائد مثال الشباب ما يعرفوش يكلموا بعض غير بالشتيمه في اول اللقاء بتاعهم, مخدرات, خمره, بانجو, سجاير, صحبه سوء, فراغ, قنوات فضائيه, كليبات, اغاني, ايه ايه كل ده احنا رايحين فين؟ ترك صلوات, مجلات خطه, صور خطه, نت وشات, ايه كل ده يا جماعه؟ الحياة من وحل لوحل ومن مستنقع لمستنقع. كل حاجة تغضب ربنا في حياة الشاب, كل حاجة تغضب ربنا من فوق سبع سماوات عندنا, كل حاجة تخلي ربنا ينزل لعنات موجودة, كل حاجة مفتوح الباب فيها للشاب. يا ممكن في لحظة والله يا جماعة الموت يجي في لحظة والشاب بيرفع تليفون كده لربنا, او هو يعني بيقلب من قناة لقناة, او هو بيتفرج بيسمع, وهو بيعمل حاجة الموت يجي في لحظة. والله في لحظة
كان تحتنا دكتور وكان دكتور مشهور جدا. فالدكتور ده كان هو مات الوقت الله يرحمه. فالدكتور ده كان من نوع الموسوس جدا، كل ما يجيله عيان لا انت هتموت لازم تتريح، ده انت فظيع، ده انت ده انت ده انت، لدرجه ان يعني كنا بنستغرب احنا جيران وبقى هو الراجل بيعمل معانا كده ليه؟ فالموضوع مش فاما عرفنا بقى القصه لقينا ان الراجل ده اول كشف في حياته جاله في العياده العيان جاله فحط السماعه على صدره، دكتور قلبه حط السماعه على صدره، فبعد ما سمعوا قال العيان بيقولوا له يا دكتور ايه الاحوال؟ قال لهم لا ده تمام التمام، ده عار ده هيبقى حصان، بيلف يحط السماعه على ظهره العيان مات في لحظه، في لحظه مات. اي والله يا جماعه كان لنا واحد صاحبنا في لحظه، واحد صاحبنا وكان بيحب الالتزام جدا، وكان لما يشوفنا ماشيين بالعربيه ينادي ويوقفنا ويوقف اصحابه وهاتوا لي شرايط وخدوا الهارد ديسك هاتوا لي خطط، ومع ذلك ما بيتقدمش ما بيتغيرش ما بيتغيرش، مره وهو مروح على بيته روح على المقام. يا الواحد قال سبحان الله، كنا امبارح لما بيذكر اسمه بنقول الله يهديه، النهارده لما بيذكر اسمه بنقول الله يرحمه. يا واحد زميلنا في لحظه وهو قاعد في الباب فجاه داخل ارتجف ارتعش وقع في ايه؟ مات. ازاي؟ مات مات زي ما غيره مات، مات كتير قوي. كان في مره في دفعه من الدفع الاوائل عليها حبوا يكرموهم، الاوائل دول يعني الاوائل ست اتنين قاعدين يذاكروا ليل نهار، يعني يعدي عليه اصحابه تعالى ننزل نتفسح، لا لا الكتب هيضيع، يعدي عليه اصحابه تعالى يا عم نتفسح يوم الجمعه، لا 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 مرتبه الشرف قاعد انجد فيه، قاعد ينجد في مرتبه الشرف ست سنين. هو الكلام ده غلط؟ مش غلط، انما ما في حاجه اسمها ربنا حبيب قلبي، في حاجه اسمها امتحان الاخره اللي احنا اتكلمنا عنه. اوعى امتحان الدنيا يصير امتحان الاخره، اوعى همك بامتحان الدنيا يزيد على همك بامتحان الاخره، ابدا ابدا والله يا جماعه. فالعشره طلعوهم رحله بقى الاوائل يعني على الدفعه طلعوهم رحله عشان يروقوا على نفسهم ويعرفوهم سكه المعصيه بقى ما دام بقى لهم مركز وجاه في المجتمع، وهم راجعين حتى مروعه الدماغ بتاعت العشره كانت على الطريق. يا العشره العشره مفيش واحد منهم دخل في القبر بتاعه مش مرتبه الشرف، مخده شرف حتى تحت راسه في القبر بتاعه. يا طب وبعد كده الاولاني الاول على الدفعه ثلاثه كان لسه ما ماتش، كان عنده ارتجاج في المخ، جابوه في المستشفى هنا واصحابه في الدفعه عملوا مظاهره ولازم يجيب طياره وسفروا بره ولازم، نزل لهم دكتور كبير قال لهم ايه يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ خلاص يا جماعه خلاص ايه خلاص؟ خلاص يا خلاص انتهى في لحظه في لحظه. ده كان امبارح بيقول وهيعمل وهياخد جراحه ولا ياخد بطه وهياخد انتهى، كل الموت بيجي في لحظه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ايه؟ ملاقيكم. يعني ايه؟ انا ماشي في الشارع قابلت صاحبي محمد، ازيك يا محمد؟ في لحظه هو فجاه وانا طالع لقيته طالع لي من الشارع كلمت عليه اول الموت، وانت ماشي في ايه جالك في لحظه؟ يا في لحظه كل الموضوع ده ممكن يحصل. عايزين نفتكر حاجات كتير قوي، عايزين نفتكر ان معصيه واحده ممكن تودينا والله ورا الشمس يا جماعه، معصيه واحده. عارفين حديث كاد الخيران ان يهلكا؟ عارفينه؟ عارفين مين الخيران؟ ابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر اول خليفه وثاني خليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد الخيران ان يهلكا. لا مين ابو بكر يهلكوا في الدنيا يعني يحصل لهم حتى؟ لا ده كانوا يهلكوا في الدين، في الدين. طب عشان ايه؟ عشان مره قاعدين الاثنين والنبي قاعد معاهم اتجادلوا مع بعض في مساله صوتهم عالي على صوت النبي. يا رشيد ايه ده؟ كام مرة يا جماعة وقعنا في معصية واحنا مش واخدين بالنا منها وبينطبق عليها قول الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عايزين يا جماعة نعتبر ان ممكن انهما يعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان، كانت حاجة فعلا وكانت حاجة ممكن تلافيها وكانت حاجة صغيرة. عايزين نفتكر حاجات كتير او من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نفتكرها قبل ما نعصي ربنا سبحانه وتعالى، افتكر ربنا اكرمك قد ايه، وافتكر اللي انت بتعصيه ده اداك نعم قد ايه. تخيل لو انت كل يوم تصحى الصبح تلاقي على الترابيزه جنبك 10 جنيه تاخدها تنزل تروق على نفسك وتفطر وتاكل وتعمل وترجع، ثاني يوم تنام تصحى تلاقي جنبك 20 جنيه تاخدها تنزل تتفسح، ثالث يوم تصحى تلاقي جنبك 10 جنيه، كل يوم تصحى تلاقي 10 20 50 جنيه تاخدها تحلها. مش لازم تسال مين اللي بيجيب لي الحاجات دي؟ مش لازم ولا ايه يا جماعه؟ الانهار اللي في الدنيا دي كلها اتخلقت ليه؟ عشان انت ما تعطش. امال المأكولات والمزروعات والخضروات والفواكه والانعام كل دي اتخلقت ليه؟ عشان انت ما تجوعش. امال القطن والصوف كل ده اتخلق ليه؟ عشان انت ما تبردش. يا سلام، ده ايه المعامله الملكيه دي؟ ده مين اللي بيعمل ايه؟ مش لازم تسال، مش لازم تسال. انت داخل بيتك والبيت ما فيهوش اكل، الترابيزه السفره مليانه لحوم وفواكه مش تسال. مره بكلم واحد سواء تكفي فبقول له انت لو دخلت بيتك والبيت ما فيهوش اكل ولقيت لحوم وفواكه تعمل ايه؟ قال لي اكل طبعا على طول وبعد كده
طب ما تسأل يعني. ما تسأل ما يمكن فيه. لا اكل اكل وعلى كده بسأل. اهو ده يا جماعة. والله احنا كلنا وما سألنا. طب يا ربنا كلنا وسألنا. والله كلنا وما سألنا حتى. مش لازم تسأل. المعاملة الفندقية اللي ربنا عملها لنا دي. عملها لنا دي. فندقية زي احنا عايشين في فندق يا جماعة. انت فجأة ماشي في الصحراء. ماشي في الصحراء. فجأة لقيت فندق خمس نجوم. هو ده الفندق اللي احنا عايشين فيه. بالنهار كلوب كبير كده بينور لك اللي هي الشمس. وبالليل عارفين القمر. القمر ده آية من آيات رحمة الله. ازاي? لما انت بتيجي تنام بالليل لازم تظلم الدنيا. ليه? عشان تعرف تنام. ما تعرفش تنام في النور. فربنا عشان يسكنك بالليل ضل نهار. طيب ماشي. وبعدين بس لو انت ضمنتها تحلي في بيتك وصحيت الساعة 2 بالليل عايز تشرب تتسرع تترعب. فاخترعوا حاجة اسمها الايه? الوناسة. يحطوها عشان ايه? ما تبددش الضرر وفي نفس الوقت تبقى حاجة تونسك بالليل. اهو القمر اللي في السماء ده والناسة يا جماعة. والناسة ربنا هتطلع بالليل عشان ينور لنا بيها بالليل. شايفين رحمة ربنا? شايفين المعاملة الفندقية اللي ربنا عملها لك في الدنيا? اهو انت بقى لو شكرت هذه المعاملة ربنا يعاملك في الاخرة نفس المعاملة. ربنا بيقول في الجنة نزلا من عند الله. نزل من عند العارفين. يعني ايه نزل? يعني معاملة فندقية. يعني هتعامل في الجنة كأنك انت نازل في فندق بالظبط. طب ازاي ليه? اصل في الفندق ده بتلاقي في الريسبشن تحت ناس قاعدة 24 ساعة. مستنية اي طلب. المطعم شغال 24 ساعة. قالوا انا عايز اكل اي اكلة تيجي في دماغك. دقيقتين تبقى الاكل عندك. وفي الجنة كمان اعلى. معاملة فندقية. في خدام اول ما تخرج وتسيب الاوضة يدخل يرتبها لك ويروقها لك. الاكل اللي انت عايزه واللبس اللي انت عايزه. وتخيل لو المولات بتاعة الفندق كمان انزل اشتري ببلاش بغير حساب. بغير حساب اللي انت عايزه. عايزين تفهم بقى المعاملة دي عشان ايه? عشان ايه اللي يستاهل? ايه اللي يستاهل ان احنا نضيع الاكرام ده كله من عند ربنا سبحانه وتعالى? ايه اللي يستاهل يا جماعة? تتخيل او تفتكر اكرامك قد ايه? لو ليك واحد قريبك كل ما يرجع من بره بيسافر كتير يجيب لك موبايل. يرجع تاني يجيب لك طاقم. يرجع تاني تجيب لك ساعة. يرجع رابع يجيب لك كل مرة يجيب لك هدية غالية جدا. تخيل بقى لو جه مرة طلب منك طلب ينفع ترفضه? عيب قوي. طب شوف الهدايا اللي ربنا اداها لك. عينك دي مش هدية. قال لك ودنك دي مش هدية. ايدك ورجلك دول مش هدايا دي يا جماعة. مش دي هدايا من عند ربنا. ولا دي مش هدايا ودي مش هدايا. ده دي عرضان مواد ربنا بيديهولك. امال بقى لو قابلت الود بود يا بختك يا بختك بالاكرام اللي ربنا هيغرق لك دي حياتك في الدنيا قبل الاخره. يا بختك بالعطاءات اللي ربنا هيديها لك. افتكر اكرامك قد ايه قبل ما تعصيه وما تسمعش كلامه. افتكر عظمته قد ايه. افتكر عظمه الله. عايزين يا جماعه نعرف ربنا سبحانه وتعالى لما جبريل طلع مع النبي 7 سنوات في المعراج لغايه ما وصل عند الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد بيقول ايه? فنظرت فاذا جبريل قد ارتمى فكأنه كالحنس الجالي. عارفين حتة القماشة المقطعة اللي احنا بنمسح بها الاطباق في المطبخ? هو سيدنا جبريل من شدة توجيهه لله اترمى على الارض كأنه زي حتة القماشة المقطعة. الله يا جماعة. الله يعطى. الله الملك يعطى. الله اللي قادر ان هو يغرق الدنيا دي كلها في لحظة. ويخسف الارض بالكون ده كله في لحظة. يعصر سلطان كل حراماته. وما فيش مرة الشاب هو بينتكر مثلا اللي يفكر بس ربنا رضى عني ولا هفضل. ولا حتى يوم نفسه هو بينتكر حرمات الله. ازاي يا جماعة? ازاي حان علينا عظمة الله في المعاصي اللي احنا بننتهكها في حياتنا? الله يعصى. مين فينا اللي عنده تعظيم لله سبحانه وتعالى? الواحد وهو قاعد يتدبر في الكون والله يبص في السماء كده مليون آية ربنا حطها الله في السماء. ابص في الارض وفي الزرع وفي النيل مليون آية. واللي تحت البحر ده 20,000 نوع سمك. 20,000 نوع سمك يا رب خلقتهم لنا عشان تعرفنا انت عظيم قد ايه. ما كان كفاية بولت وبوري والله. والله كان كفاية وكان آية على عظمة ربنا وكان حاجة تخلي الواحد يسجد لربنا لغاية يوم القيامة. يا رب 9,000 نوع طير من الطيور. الوان واشكال وطباع مختلفة. ما كانت الطاووس والله كان كفاية يا جماعة ولا ما كانش كفاية? الطاووس كان كفاية. كان كفاية خلينا سجدين لله يوم القيامة. طب الطاووس والهدهد كان 9,000 نوع يا رب. كل الايات اللي انت اظهرتها لنا ديت عشان ايه? عشان نتكسر بقى ربنا. عشان ما فيش ساعه تعدى علينا ليل ولا نهار لما نلاقي اياتنا تقصى تذكرنا بعظمه الله فنتكسر لله سبحانه وتعالى. عشان عايزين نتكسر شويه يا جماعه. عايزين نفتكر تاني احنا محتاجين لربنا قد ايه? عايزين نفتكر احنا محتاجين له قد ايه? معلش يا جماعه مش عايزين حد يزعل من الكلام. مش عايزين حد يحس ان الكلام شديد عليه. يعني والله يا جماعه يعني الواحد يعني اقول ايه بس?
فيعني مش هنقطع غير كده والله. والله ما هنرجع لربنا غير كده. ابدا ابدا. فافتكر انت محتاج له قد ايه. انتوا عارفين يا جماعه لو عايز تعرف انت محتاج لربنا قد ايه تعمل ايه. عارف المريض اللي في غرفه العنايه المركزه، تدخل اوضه العنايه المركزه تلاقي المريض نايم، ايديه متركب فيها سلوك وصدره عليه سلوك ومن بقه ومناخيره انابيب وتلاقي خراطيم وتلاقي حقن وتلاقي كده. انا ايه المنظر الرهيب ده؟ تخيل لو انت شلت كل ده واحده لحظه واحده العيان ده يموت. يموت. اخرنا محتاج لربنا كده بالظبط. انت بتوصل. انت لولا ربنا سبحانه وتعالى مثبت لك الحياه ومثبت لك اسباب الحياه في لحظه واحده تموت. احنا محتاجين ربنا يا جماعه اكتر ما احنا محتاجين النفس اللي بناخده والله. افتكر ان مفيش معصيه هتعدي من غير عقوبه في الاخر من نفس جنس المعصيه. يعني ايه من نفس جنس المعصيه؟ معلش يا جماعه انا اقول لكم حاجه كده. يعني عارفين يا جماعه الضحك اللي هو الشباب بيضحكوه على بعض ده اللي هو بيسموه الاشتغالات يعني. عشان الاشتغالات دي عقوبتها ايه؟ هي دي كمان طلعت حرام. طلعتوا كمان الاشتغالات حرام. اه والله طلعت حرام. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ارض الربا يعني اسوأ نوع من انواع الربا ان يستطيل المرء في عرض اخيه. يعني ايه؟ اسوأ نوع من انواع الربا انك انت هو الربا هو عباره عن ايه؟ الربا وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس. يعني انت فلوسك 1000 جنيه من خلال الربا تفضل تزيد 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 بس تزيد في مال غيرك. اهو انت وانت واقف في الشله كرامتك واعتبارك يفضل يزيد بس يزيد على حساب كرامه غيرك. ازاي؟ تبقى واقف تقوم ناقص واد طيب كده وغلبان واقف في النص تقعد تتريق عليه تتريق عليه تتريق عليه تبقى انت في الاخر واد ايه؟ واد جول بقى قدام الشله كده وصاحبك ده بقى غلبان وبقى هو بقى ليه؟ يبقى انت استفدت في عرض اخيك. ارض الربا ربنا اعتبرها ربا. تخيل يوم من الايام تبقى واقف كده وجعان وعطشان وتعبان يجي لك طبق رز كده عليه حتت لحمه مشويه ومحمره. قال ايه ده؟ وكمان رز بالخلطه بقى ولحمه مفرومه اخيرا فرجت. لا ده لحم اخوك. لحم اخويا؟ لحم اخويا. ايه ده؟ ده اتقطع واتشوى واتسلق وجالك. طب مين المجرم اللي عمل كده؟ انت. انا؟ ما انت اكلت لحم اخوك ميتا. ميتا ازاي؟ ما هو لما انت جبت سيرته وهو مش موجود كانك بالظبط جيت على واحد ميت وقعدت تاكل لحمه ومش قادر يدافع عن نفسه. اهو ده غلبته مش قادر يدافع عن نفسه. اللي لبس الذهب في الدنيا يا جماعه سلسله ولا انصيال ولا حظاظه ما يلبسوش في الاخره. اللي شرب الخمره يا جماعه سواء كانت خمره في حي وحي ولا زيت بول متعبيه اللي شرب الخمره في الدنيا ما يشربهاش في الاخره. انتهى خلاص. اللي لبس الحرير في الدنيا ما يلبسوش في الاخره. يبقى انت هتعاقب من جنس الذنب اللي انت عملته يوم القيامه يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى. افتكر حاجات كتير. كان واحد لابس عبايه ب 300 جنيه ولابس جزمه ب 10 جنيه فيقوم يمشي في الطين كده تقوم الجزمه تتعشم يقوم جايب حته من العبايه ويقعد يمسح الجزمه ينضفها. فالناس قاعده تقول الراجل ده مجنون. ده واحد لابس عبايه ب 300 جنيه يمسح فيها الجزمه ب 10 جنيه. فواحد قال لهم لا يا جماعه ده مش مجنون ولا حاجه. اصل العبايه ب 300 جنيه دي ورثها انما الجزمه ب 10 جنيه دي اشتغل وتعب فيها. اهي العبايه دي يا جماعه هي الاخره وهي الدين والجزمه دي هي الدنيا. واحنا عايزين ننظف الدنيا ونضيع الدين. الدين يتوسخ الدين يضيع الدين الدين الدين. يا عم شيخ بالراحه علينا جزمه ايه؟ يا ريتها كانت جزمه. يا ريتها كانت جزمه كنا قلعناها ومشينا حافيين بدل ما احنا ماشيين لنا حاسين ان ربنا غضبان علينا وحاسين بنقص الله علينا. انت فاكر ان احنا احساسنا على نفسيتنا ولا فاكر ان احنا مهما هربنا من احساسنا ما هوش في ايد زي السكينه اللي بتذبحنا؟ يا ريتها كانت جزمه كنا قلعناها. انت ما بتتفرجش على الدش. انت ما بتتفرجش على الدش. انت ما بتتفرجش على الفريات. انت ما بتطلعش في البلد. انت ما بتمشيش في الشوارع. انت ما بتمشيش من قدام النادي يوم الخميس. ما بتنزلش الجامعه. انت ما انتش حاسس باللي احنا فيه. يا حبيب قلبي تعالى نرجع مع بعض. تعالى نرجع مع بعض 1400 سنه. قبل ما اقول لك انا حاسس ولا مش حاسس ما احنا شباب بيضاء. 1400 سنه تخيل وانت ماشي كده ماشي في الشارع رايح نادي ولا رايح قهوه. تخيل المجتمع كله زنا ودعاره لدرجه ان البنات النساء بتوع الدعاره بيعلقوا رايات حمراء على البيوت بتاعتهم. شايف الفجر في المجتمع وصل لدرجه ايه؟ مجتمع القوي فيه بياكل وبيهرس الضعيف. تخيل كده الصبح الست ده ممكن يقول لك تعالى معايا واخد اختك الصغيره رايح فين؟ راح في جبل حصل لها دفنها وهو بيدفنها شويه تراب على دقنه قامت شايله له تراب من على دقنه ودفنها برضه وكتب نفسها. تخيل وانت عايش في المجتمع ده وراجع كده من الدفنه بتاعت اختك وانت راجع لك واحد صدق طبيعتك. انت مين؟ انا رسول.
رسول. رسول من مين؟ من عند الله. الله الله مين؟ الله اللي خلقك وخلق الكون ده كله، اللي نعمه مغرقاك مغرقاك، اللي لو ما رجعتش واحد يكلمك عن الله، طب انت عايز مني ايه؟ قاعد يكلمك الدين بيطلب كذا وبيحرم كذا وبينها بكذا، لا الدين بيقول كده. ده معنى كده ان انا ان الناس كل حياتها غلط، كل حياتها غلط، وانا كل حياتي غلط، كل حياتي غلط، ومش هينفع تيجي ورايا الا لما تسيب كل اللي انت فيه. بس انا لو عملت كده اخد ايه؟ تاخد الجنه. الجنه ايه الجنه دي؟ الجنه دي مكان الشبر فيه بالدنيا، بنواديها وجامعاتها وحورها بالدنيا وكل ما فيها، الشبر الواحد منه. قال بس اللي مش معاك بيعذب وبيتبهدل، هو ده ثمن الجنه. بس ده فينا من القتل اللي كان مشت وراه، هو ده ثمن الجنه. طب تخيل يا جماعه، تخيل لو انت اتعرض عليك العرض ده، واحد زي مصعب، مش معنى مصعب اللي انت كل مره اتكلمنا عنه، وانا لو قلت لك بلال هتقول لي كان عبد ويستحمل، ده جيب لك مصعب الشاب المكرم اللي اول ما قال لا اله الا الله سحبوا منه العربيه والمحمول سحبوا منه كل حاجه خلاص بقى كده، ومع ذلك ثبت ويقول له امه ادخلي في دين الله، تقول له ويقول صبعك ويقول صبعك وبارك في لها، يقول خايف عشان يقوله، وهي خايفه عشان يقوله. الوقت الشاب بينزل الملتزم يجي يكلم واحد في الجامعه يقف يدارى ورا عمود وهو بيكلمه، ليه؟ خايف لما يرجع الشله تقعد تتريق عليه من الارهاب اللي كنت ماشي معاه، خايف والله. اول ما تلتزم شهرين بالظبط، شهرين كل اللي كانوا بيتريقوا عليك والله العظيم هيجوا لك واحد واحد يقول لك ابوس رجليك بس الناس هنضيع لو سبتنا وذنبنا في رقبتك، ليه؟ كل اللي هيقعدوا يتريقوا في الاول ما عمرهمش حاجه غير التريقه، اول ما كل واحد منهم يقع في ازمه ولا في مشكله هيقوم جري عليك. سنه واحده ثلاث اربع شله هتكون دخلت في الالتزام، بس انت تبقى اول واحد التزمت فيها. ويقول صبأ يا جماعة، يا جماعة خباب خباب في الأرض بيقول والله لقد أوقدوا نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري، ولعوا له نار عشان يعذبوه ربوع كتير فيها، حطوه عليها بيقول ما أطفأهاش إلا لحم ظهري وجسم ظهري واستعمله. أنا مش بعرض عليك كده، الفتن اللي أنت فيها مفيش حاجة في الفتن اللي كانوا فيها، والمشاكل والابتلاءات اللي هتتعرض لها لما تدخل مفيش حاجة في الابتلاءات والمشاكل اللي تعرضوا لها لما دخلوا، ده أنت بالعكس هتحترم وهتبقى تريح وهتلاقي اللي بيحبك وهتلاقي. أنا بقى أنا يا عم دول الصحابة وكانوا مع النبي، طب أبو جهل كان مع النبي، وأبو لهب كان مع النبي، وأبو طالب كان عم النبي، وفي الآخر ما انتفعوش بحاجة. ده قضية نور وضلة، قضية هداية وضلال، قضية إنك أنت أقبلت على الله ولا سبت ظهرك. تخيل يا جماعة لو أنا جاي لك في العرض ده، طب أعمل إيه؟ طب أنت بتكلمني الكلام ده، طب والله مقتنع بس أعمل إيه؟ مش قادر أعمل حاجة، أعمل جاهد يا أخي جاهد جاهد جاهد، كل ما أكلم واحد يقول لي جاهد، كل ما أقول لشيخ يقول لي أصبر، كل ما أكلم واحد جاهد إزاي أصبر إزاي؟ إديني كلام عملي، يعني إيه كلام عملي؟ يعني إديني كلام أصبر بيه. أنتوا عارفين يا جماعة الشاب ده عامل زي إيه بالظبط؟ عامل زي واحد جه في رمضان الساعة 1 الظهر الساعة 1 الظهر وقال جاي انا نجحان انا مش قادر، طب جاهد يا اخي واستحمل، لا اديني كلام عمل. اديك كلام عمل يعني اعمل لك ايه؟ يعني ما هو الكلام العمل انك تصبر وتجاهد وتفتكر العقوبة اللي هتنزل عليك لو فطرت، وتفتكر الثواب اللي ربنا عدله لك لو صبرت، وتفتكر هو ده الكلام العملي. لا اديني كلام عمل، وانت جاي لي بعد ما النار ولعت في قلبك تقول لي اديني كلام عملي؟ مفيش كلام عملي غير انك انت تبقى زي الصايم تصبر للاخر، وانك انت تبعد عن اماكن الاثاره، اماكن اثاره الشهوه، انك ان تفتحه تلج، انك ان تفتحه تلج. هتدخل الجامعه وتشوف بنات قدامك هتبص لها، هتنزل المنهج هتعمل ايه؟ مثلا عرفت نفسك الموضوع ده يا جماعه، واتقوا النساء. يعني ايه واتقوا النساء؟ والنساء واتقوا الرجال بالظبط يا جماعه، يعني كان النساء دول يعني اقول لك ايه؟ عارفين القنبله؟ تعرف تتعامل مع القنابل اللي ممكن تنفجر فيك في اي لحظه؟ الستات هيزعلوا احنا قنابل ولا ايه؟ لا يا اختي انتوا مش قنابل نوويه، انتوا قنابل فتنه يعني. فتنه. معقول انا مؤثره للدرجه دي؟ يا جماعه يعني والله قنابل يا جماعه، قنابل بره ولسه فيها الغام جواها، الغام اتزرعت بقى، اتزرعت ازاي؟ اتزرعت على مدى الصور اللي شفتها والحاجات اللي اتفرجت عليها، محتاج انك تطهر قلبك من الالغام عشان برضه ممكن تتفاجئ فيك من جوه تاني. يبقى المقصد يا جماعه عايزين نبعد، افتكر ان الموضوع مش على قد معصيه بس، والله الشاب اللي بيجاهد نفسه عشان العاده السريه، افتكر يا حبيب قلبي، افتكر ان العاده السريه والفرينه والحاجات دي يا جماعه مش على قد معصيه والله، والوقفه مع البنات مش على قد معصيه والله يا جماعه. الشاب ولا عيسى بالله ما بيقوم من على الزنا ولا من العاده السريه، بيقوم وهو قرفان من
الراجل نفسه عايز يرجع، ولكن يوم ويومين الشهوة تتجدد تلاقي تلاقيه مجنون ومسحوب عشان يبررها تاني، وهو ملتزم وغلبان وعايز يرضي ربنا، يقف ويقعد ويروح لغاية ويرجع ويدخل البلد مش قادر، وفي الاخر يروح يعمل عادة سرية ولا ينزل يبني. يبقى اذا عايزين ان احنا نفهم يا جماعة ان المعصية دي حياة، دخلت من بابها هتعيشها، دي حياة. نزلت القهوة هتلاقي واحد بيشرب سيجارة هيحكم عليك تشرب، شربتها هتلاقي بنت بعتها تفصلها، بسطتها هتلاقي واحد بيشتمك من الشلة ولا حاجة ترد على بسينة، شتمته هتلاقيه شغلوا لك فيديو كليب ولا حاجة في القهوة تتفرج. المعصية بتجيب معصية زي ما بعض بتجيب بعض. نزلت هنا الجامع لقيت درس سمعته، أو نزلت هنا الجامع لقيت شلة مشيت وراها، أو نزلت الجامع لقيت شلة أصحاب وقفوا بعد الصلاة سمعت كلمتين ولا عرفوك سكة شربت من الشرابات المؤثرة قلبوا حياتك وزودوا إيمانك. المعصية بتجيب معصية. اتكلمنا قبل كده عن المتبرجة المباركة اللي ربنا تقبل كشفها لشعرها قدام الناس رغم بعد عن أمر الله، وربنا تقبل إنها سابت شعرها الراجل أجنبي يقعد يعني لا فيه كده عشان يسوقوا لها ويعملوا لها، وربنا تقبل ال 500 جنيه اللي دفعتهم في طقم مثير عشان تبني الشباب وتجيبوا لهم الارض، وربنا تقبل الكذبه اللي كذبتها على ابوها بعين امها عشان ابوها مش عارف فيها ناس رايحه فين، وربنا تقبل الساعه اللي وقفتها قدام المرايه تفتش نفسها وتظبط المكياج تمام عشان توقع الفريسه تمام، ربنا تقبل كل ده وقعها بشله شافتها كل واحد منهم راح عمل من الموبقات. واحد لما شاف شهوته صارت راح لنا، واحد لما جاب راح عمل على سرية وبنت الحاجة دي شافتها طلعت متبرجة وقلدتها رجعت بيتها ومعاها يجي 50 مليون سيئات. ده بركة المعصية. بركة المعصية. ازاي بركة المعصية؟ افتكر حبيب قلبي افتكر. افتكر ان انت عرفت طريق المواقع وطريق القنوات وما كانش يعرفها. افتكر لو واحد منكم طلع رحلة قبل كده كل الشباب اللي انت طلعتهم في الرحلة دي اتعرفوا على بنات واقاموا علاقات، كل العلاقات دي في امتدادها بقى بعد كده في مدار حضرتك. افتكر افتكر كل الحاجات دي. افتكر الاغنية اللي انت عديت بالعربية بقى في الشوارع خنعت جمهورية مصر العربية كلها، الاغنية اللي انت بتسمعها، كل ده سيئات جارية يا جماعة. نصد الواقع ان احنا فيه السيئات بقت جارية، ما عادتش سيئات سيئات وخلاص. زمان كان المغني يطلع يغني الاغنية وخلصت، الوقت الاغنية بتتسجل وبتتصور وبتتوزع في شرايط وبتنزل على القنوات وبتنزل، بقت المعاصي جارية. افتكر الموضوع ده. عايزين نفتكر يا جماعة ان الموضوع ما عادش على قد المعصية وبس، ما عادش على قد المعصية ابدا. عايزين نفتكر حاجات كتير، ولكن احنا دلوقتي خلاص قربنا بقى من الختام. فيعني افتكر انت بتضحي بايه؟ افتكر انت بتضحي بايه؟ انت بتضحي بكتير قوي والله. سعيد بن عامر احد الصحابه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب امره على بلد من بلاد الشام واداله مبلغ مالي كبير، قال له روح ابني بيت بقى وهات عفش وجهز حياتك كده واقعد لك سنه سنتين كده وشوف امورك. فسعيد بن عامر راح اشترى بيت متواضع جدا وفرش فرش متواضع جدا. فمراته قالت له الفلوس فين؟ راح طلع الفلوس كلها لله. الفلوس فين؟ قال لها انا بتاجر بيها، بس بتاجر بيها تجاره رابحه جدا. التجاره دي بتكسب اضعاف مضاعفه كل يوم، كل شويه الفلوس ما كسبتش بتكسب، الا ما كسبتش بس معلش لسه بتزيد كل شويه لغايه ما مره بقى حصل الاضطراب بقى. الفلوس فين؟ لازم تقول لي الفلوس فين؟ قال لها بصراحه كده تصدقت بها. هنا طبعا مراته فارق والوالد وابد و... فقال لها ايه يا جماعه؟ شوفوا الكلمه، شوفوا الكلمه يا شباب، اسمعوا الكلمه، يعني عايزين نسمع الكلمه جمال والله يا جماعه من الاولى. قال لها اني لينتظرني جزاء ما افعل حور عين في الجنه، لو اظلت احداهن على الارض لانارت الارض من جمالها، واني لمضحي بك من اجلهن ولست بمضحي بهن من اجلك. يا سلام. عارف الصفقه ايه اللي يسوي اللي ما يسويش، عارف ايه اللي يسوي اللي ما يسويش يا جماعه. شوف انت بتضحي، انت بتضحي بكتير قوي والله. هل اللي مش قادر شوف افتكر ان صبره على اكثر من اللي انت مش قادر تصبر عليه. سيدنا يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيدا لك، وراودته يعني مره بعد مره من المراد، يعني ترجع يعني مش مره واحده راحت له، لا كل يوم تقول له، كل يوم تقول له، كل يوم تكلمه. التي هو في بيتها بيتها يعني قدام عينيها وهي قدام عينيه. تخيل لما المعصيه تبقى قدام عينيك باستمرار هتقع. التي هو في بيتها عن دي كانه هو قد وواجب وفي جدار من العذاب واقف بينه وبينها عن نفسه، وغلقت الابواب يعني مفيش فضيحه ما تخافش، وقالت هيدا لك يعني تحياتي لك، اتمكشت ولبست وظبطت نفسي وجايه لك في قمه
في زينتها وفتنتها. قال معاذ الله نقطع للسماء بعد ما كنا في فركة الوحل وفركة الطين ده ايه؟ قال لا ما تفتكر ما هو صبر اهو على اللي انت مش قادر تصبر عليه. نصبر يا جماعه، ربنا بيضرب الامثال دي في القران ليه؟ عشان نصبر. يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما رجع من غار حراء اول مره وسيدنا كبير كان نازل عليه وهو مش عارف ايه ده ورجع مرعوب وبيقول للسيده خديجه كملوني غطوني غطوني. فقالت له ايه؟ والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ انك تطعم المسكين وتقضي الحوائج. طب تخيل انت يا اخي الله، وتخيل يا اختي وانتوا نازلين بكره ولا بعد بكره الامتحان ولازم ما انتش مساكت كلمه واحده طبعا وهتقعد وتبكي وبتعيط ومرعوش، امك ممكن تقول لك والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ عشان الاغنيه اللي انت كنت مشغلها طول الليل تذاكر عليها، ولا علبه السجاير اللي حرقتها طول الليل، ولا الكتاب اللي فضلت تديها، ولا الساعه اللي لما تهيت من المذاكره قعدت قدام الريش تتفرج عليها. والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ والله لا يخزينا الله ابدا. ليه؟ والله لا يفرجن الله كروبنا. ليه؟ والله ربنا يقف معانا. ليه؟ ليه يا جماعه؟ ايه الطاعات اللي احنا عملناها ربنا يقف معانا بيها؟ عايزين نفتكر يا جماعه الحاجات دي. تعرفوا واحد اسمه ذو الجوشن؟ ابو الجوشن، عارفين ابو الجوشن يا جماعه؟ تعرفوه ولا تعرفوش؟ طب تعرفوا احد برضو الصحابه الاخرين اسمه عفيف؟ صحابي اسمه عفيف. عارفين الناس دي يا جماعه؟ اسماء غريبه جدا، اسماء عجيبه محدش يعرفها. عارفين محدش يعرفها ليه؟ ذو الجوشن ده هو الرسول عليه الصلاه والسلام ايام ما كان الاسلام لسه مستضعف قال له اما لك ان تكون من الاولين؟ يا تعالى والاسلام لسه ضعيف هينتصر وهيكبر. قال له لا، حتى ينصرك الله. فلما جه فتح مكه بقى ذو الجوشن ده يا جماعه بيعض على ايده، بيعض على ايده. ليه؟ لو كان سمع الكلام من الاول كان زمانه الوقت من كبار الصحابه. انا بقول لك الكلمه دي الوقت، اما لك ان تكون من الاولين؟ شلتك كلها مش ملتزمه وماله، خليك انت اول واحد تلتزم فيها. شهرين ثلاثه سنه كلهم هيلتزموا ويجوا وراك وتبقى انت الصادق الى الله سبحانه وتعالى ويبقى حسناتهم كلها في مكانك. اما لك ان تكون من الاولين؟ اما لك ان تكوني من الاولين؟ اول واحده في شلتك تلبسي بجد خمار او نقاب. اما لنا ان نكون من الاولين؟ عفيف ده راح يزور العباس في اول مكه فلقى في بيت العباس واحد دخل اتوضى وصلى، وبعد كده واحده كانت اتوضى وصلت، وبعد كده واحد اتوضى وصلى، ثلاثه. فبيقول له مين دول؟ قال له ده خديجه وعلي. ايه مين دول؟ كانوا الثلاثه اللي دخلوا في الاسلام وقتها. فقال له ده دين جديد ومحمد بن عبد الله جه ليه؟ وقعد يشرح له فمرضاش يدخل فيه. فجه لما الدين ربنا اظهره قال ايه؟ يا ليتني كنت رابعا، يا ريتني كنت انا رابع، يا ريتني كنت دخلت مع الثلاثه دول صليتهم بيت الرابع. كان زمانه خمس الخلفاء الراشدين ولا ثلاثه، ولا كان زمانه بالعشره المبشرين بالجنه. عايزين نلحق يا جماعه، عايزين نبتدئ يا جماعه، عايزين نبتدئ. فبدخل في طريق ازاي؟ ازاي؟ فبرجع لربنا ازاي؟ هي عامله بالظبط زي ايه؟ انا قررت ان انا اروح لصاحبي، هعمل ايه؟ هركب لك وبعدين هدخل من بوابه العمار، وبعدين هطلع السلم، وبعدين هخبط على الباب، وبعدين هيقول لي مين؟ اقول له فلان يسمح لي ادخل، الاقي الصالون وانظري وقعدني هنا، قعدني هنا. ايه بالظبط كده؟ انا قررت ان انا ارجع لربنا، انا قررت ان انا ارجع لله خلاص، قررت ان طريقي يبقى طريق الله، وبعدين هركب تاكسي، ايه التاكسي؟ هاجي احتفظ الدرس. طب وبعدين؟ خلاص بقى هطلع السلم، ايه السلم؟ هطلع شرايط. طب وبعدين هخبط على الباب، ايه التخبيط ده؟ هصاحب ملتزمين واحفظ قران، وبعدين هيتفتح لي الباب، ربنا اللي هيفتح لك الباب. تلاقي البيت واسع بقى، تقعد هنا وتقعد هنا، بقيت ضيف عند الله سبحانه وتعالى. ربنا هو اللي هيقويك، ايوه والله العظيم، هو اللي هيوجهك، هو اللي هيعليك، وهو اللي هيرفعك، وهو اللي هيحفظك. بعد كده خلاص بقى بقيت ضيف على الله، ما عدتش محتاج ولا محتاج اي حد تاني. انما اهو امشي السكه، عايزين نربط خدم عند الله يا جماعه، عايزين نبطل غفله. تخيلوا يا جماعه لو جت الحكومه في يوم من الايام وقالت ان هي هتوزع على كل مواطن كافه تعلقه في رقبته، وان كل مره هتقول فيها سبحان الله او الحمد لله او الله اكبر في الاخر الكافه بيتلم اخر اليوم وتاخد جنيه على كل مره سبحان الله او الحمد لله او الله اكبر. تخيلوا بقى الكافه تتعلق في رقبه كل واحد وهنا واقف في الشارع، حتى تبطل ذكر وانت ماشي في الشارع تروح صاحبك بيقول لك يا محمد السلام عليكم، سبحان الله سبحان الله. انت عامل ايه يا ابني؟ الحمد لله والله اكبر ولله الحمد.
ليه؟ ما انت عارف انك انت تضرب الثمن، عارف ان هو كل واحدة بجنيه. او احنا عايزين نعمل ربنا كده يا جماعة، لو واحدة ادتك معاك تصلي بيها الفجر، اقول لك ايه، حتى لو انت هتصحى الفجر، طب ربنا بيقول لك انت تصلي الفجر، لو عندك رحلة الفجر هتصحى من قبل الفجر بساعة، طب انت معادك مع ربنا كل يوم الفجر يا عبد الله، ما بتقومش ليه؟ ما بتنزلش ليه؟ ما بتسمعش كلام ربنا ليه؟ عايزين نتوب يا جماعة، عايزين نتوب، بس احنا محتاجين توبة عالية يا جماعة. الثوب لو جه على رجله التراب عايز يتصفى في الميه، طب لو وقع في الارض بقى وتوسخ من الطين لا عايز ميه وصابون ويتباع كويس، طب لا لو وقع في الوحش بقى وجه عليه حاجات مش نظيفه لا يبقى عايز يتحط بغساله، طب لو وقع عليه حبر اسود بقى وشويه اصل لا عايز مزيلات صناعيه قويه. هو بالظبط كده ثوب الايمان اللي في لقنا اللي بقى مبقع ده، ثوب الايمان اللي في لقنا اللي بقى بايظ ده بقى ينضف ازاي؟ عايزين مجهود والله يا جماعه. لو واحد عنده شويه بر وخلاص عايز يستريح يومين في البيت وشويه حبوب وخلاص، طب لو الدور شديد قوي لا ما عادش حبوب بقى يبقى حقن ومش يومين اسبوع، طب لو الدور اشد والمرض جامد والتعب جامد يروح الطوارئ يتعلق محلول، طب لو الموضوع كبير وفي خطر على حياته ده لازم يدخل عنايه مركزه. احنا عايزين ندخل عنايه مركزه يا جماعه، عايزين ندخل عنايه مركزه. اللي جايين معانا النهارده اول مره سواء من الاخوه او الاخوات يفهموا ده يا جماعه، احنا قلنا الكلام ده اخر رمضان، قلنا حكم اسبوعين، اصبر على طاعه الله اسبوعين، اصبر على البعد عن فكر المعصيه اسبوعين، اصبر على البعد عن البنات، امسح النمر اللي عندك في المحمول، اصبر على الفرجة، اصبر على الشهوات ده اسبوعين بس، اسبوعين والله العظيم هتلاقي بعدها باطراق بتربط الالتزام. اصل هي عمليه بسيطه والله يا جماعه، انت وانت وانا بصحيك من النوم وانت بتصحى فصحي دايس مش قادر، اول مره بصحيك الصبح لسه الدنيا برد وعايز تتغطى بالغطا تاني، عايز تشد الغطا عليك وتنام، لو انت بس شربت بق ميه ولا شربت شطه شاي ولا حاجه وتفوق خلاص، تقوم بقى تلحق القطر اللي كان هيفوتك، تقوم تلحق المصارح اللي كانت هتروح عليك. اما بالظبط كده اصبر اول دقيقتين بس، اصبر في اول اطلاق على الله في البعد عن المعاصي وفي انك انت تسمع شرايط. طب الامتحانات معلش يا حبيب قلبي اسمع ربع ساعه من كل شيء كل يوم، ربع ساعه بس، ربع ساعه عشان الشحن اللي جواك ما يخلصش، يجي الاجازه تلاقي نفسك خلاص نمت في الارض ما عادش في شحن جوه. عايزين يا جماعه نبقى اهل صدق في الاقبال على الله، عايزين نتوب الى الله، عايزين بعد كل الكلام ده مش عايزين نسيب المعاصي، عايزين نكره المعاصي، مش عايزين يبقى العلاقه بيننا وبين ربنا علاقه واحد بيتزق على واحد، ما ينفعش ما ينفعش، لان لو صاحبك جاي لك بيتزق ومش ما يحبكش هتقفل السكه في وشه، هتقفل الباب في وشه، لا عايزين نقبل على الله بحب عشان ربنا يحبنا وعشان ربنا يقبلنا وعشان ربنا يتولى امورنا فعلا بحق وحقيقي. لحد امتى يا جماعه هنفضل في السكه دي؟ لحد امتى هنفضل مدين ظهرنا ربنا؟ لحد امتى هنفضل ماشيين في سكه عارفين انها اخرها جهنم يا جماعه؟ لحد امتى هنفضل مصرين؟ خدنا ايه من الطريق اللي احنا ماشيين فيه؟ ايه اللي خدناه ومبسوطين بيه وعايزين منه زياده؟ ما خدناش غير تعب على تعب وقرف على قرف وبهدله على بهدله، هنفضل لحد امتى معرضين عن الطريق اللي اول ما هندخل فيه هتلاقي نداء الرحمن سبحانه وتعالى: احببتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا قبلناك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.